من هذا الخبر مشاهدينا بنروح لخبر خاص بالزراعة. وزير الزراعة يكلف الخدمات البيطرية بسرعة إنجاز خطة تطوير الخدمات. كلف الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في أسرع وقت لتطوير الخدمات التي تقدمها الهيئة للمربيين والمواطنين ورفع كفاءة وتحديث البنية التحتية للوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية.